يا حمزة، بابا ولا ماما مين فيهم نومه أتقل؟ نومه أتقل. اسمع بس ما تتسرعش في الإجابة. لا 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 اسمع يا أستاذ محمد، مين يا حمزة مين اللي نومه تقيل؟ لا بجد بجد نومه تقيل. يا رب يا لهوي. مين من خلال الحلقة مين صوته أوحش؟ مين صوته اوحش؟ حمزه مين صوته اوحش يا حمزه؟ حمزه مين صوته اوحش؟ لا لا محمد محمد حمزه حمزه مين صوته اوحش يا حمزه؟ تعال هنا حمزه مين صوته اوحش؟ طب قول طب احلف قول ان ماما احلف ان ماما صوتها اوحش. هو بيقول عارف ان ماما يبقى ترش على بابا. رش عليه اقسم بابا صوته اوحش يبقى بابا رش مش هتيجي تيجي المدرسه بكره. ايه ده؟ ده مفيش في اوضه عندك فاضيه في البيت؟ ده مفيش كده. مين بيسوق اوحش؟ لا لا والله كذاب والله كذاب. مين بيديك فلوس اكتر؟ بابا ايده اللي مش مطوعاه. انت عامل ايه يا استاذ محمد؟ مين؟ ايوه ماشي. انت حاجه حلوه بابا بتديني فلوس. حمزه مين اختار لك لبسك النهارده اللي انت لابسه؟ مش هوديك المدرسه بكره. طيب لا طيب مين بيلعب معاك اكتر؟ كوره مين؟ طب لو ولو انت في خناقه هتاخد مين معاك عشان يتخانق معاك؟ رش بقى خلاص. معقوله كده؟ معقوله؟ مين مين ما بيطبخلكش؟ طب مين عنده دقن وشنب؟ اقعد يا حبيبي اقعد يا حبيبي خلاص اقعد يا حبيبي. والله احنا كان الاصل في الموضوع ان احنا بنحتفي بنور قدري واعاده انطلاقه جديده. انا مبسوطه ان انا يعني كنت مع حضرتك. انت مش مهم اي حاجه تحصل. لا 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 انا اللي مبسوطه جدا بيكي. ربنا يحميكم. بصوا الحياه مليانه حاجات تكئب وتضايق وتعصب. احلى حاجه انه البيت يبقى فيها في ناس مبسوطه ومفرفشه وبتحاول تعمل حاجات صغيره تضحك بيها وتخفف الوقت. ولما يبقى في قمر زي حمزه تاتشود ما شاء الله احلى حاجه في الدنيا. ربنا يديم عليكي عيلتك الجميله وبيتك الحلوه والخطوات تبقى احلى واجمل بكتير في شغلك. نور قدري الفنانه نور قدري استاذ محمد و